دقي وما تحكي. الحمد لله على السلامة. والله متغيرت الله يسلمك. ايه طيب ايه والله. طالع حلو. اهلا وسهلا اهلا وسهلا كلمة. نورين يا صبايا. نوري رحبي بضيوفك. اهلا وسهلا بضيوف الحلوين. اهلا وسهلا باستاذ ميشيل احلى مطرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا باستاذ ميشيل. هلا بال هلا بالسوريين والعراقيين واللبنانيين. سوريين والعراقيين. سوريين وعراقيين ولبنانيين، مين في معنا مصريين؟ مصر طبعاً. طبعاً. أيوه. أي سيدة الجالية المصرية. الجالية المصرية. أهلا وسهلا. رحب بكم كلكم. كلكم. بس نشوف الأكلات. عندها إيه؟ أوزي. أوزي يا أوزي. رز ولحمة. رز ولحمة. سويت داونة. لايف. أيوة كل سحر. لكن كل حبيت تشرحي لنا ايش الاكل تمام؟ انا لا يلا نخلي كارول والله ما بعرف شو فيها. اي شو فيها؟ بدنا نجرب. اي اظن يا جبنه يا لحمه. هيا نشوف. يا جبنه يا لحمه. جبنه جبنه جبنه. ما بدك؟ بدك بلحمه؟ بدها بلحمه. اشرحي لنا الاكل. قولي لنا ايش اللي عليها. طيب ما شاء الله. كوسه بلبن. نو 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 منزلي. ما كوسه بلبن. كوسه بلبن. ايوه. مرتديلا. ايوه. متبل. ايوه. لحم عجين. ما ادري شو بتعمل شغلات. او صفيحه شاميه. ايه. ايوه. محمره. زهره. زهره او قرنبيط. ايوه. باذنجان. باذنجان. كوسي. فتت مكدوس. هذيك شو بالصدر؟ هاي شو؟ هاي اوزي. هاي اوزي. هاي اوزي بنعرفها اوزي. وهاي هاي كبده. هاي مو فتت مكدوس. هاي شو هي؟ نزله. هاي نزله؟ ها الباذنجان مع اللحمه. لحمه نزلت بانجان. نزلت بانجان هاي. ايوه نزلت المحشي. نحن عندنا اياها شيخ المحشي. وهي يبرا. انتوا الحربيه شو عندكم؟ لا اذكر لك اسمها. احنا الحماشني عنا اياها. اذا في حدا معنا حلبي قلنا ايش الاكله والله نسيت. لا اظن كنيارك بسموها بحلب. كبه مشويه. كنيارك مو مزبوط. كنيارك ما عندي فكره شو ما تكون طيبه. ايه وهي الكبه وهي هون اليبرة او ورق عنب. وهي كبه سفرجليه. هي من لون سفرجلي. هي عراقيه. كبه حامضه عراقيه. ايش سفرجليه هي ولا ايش؟ نو 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 كبه رز. كبه ما بعرف. هي اكله عراقيه. أكلة عراقية. معناتها اليوم الطبخات مشتركة بين باذنجان. هاي أرنبيط. شو هي؟ هي فتت مكدوس. لا لا هاي لا لا ما هي فتت مكدوس. هاي كنيارك. كنيارك هاي. شو هاي؟ لحمة. هاي في سندوانات. لا ما تحطي لي. ليه؟ ليه؟ لأنه بياكل من هاي. هو بتعرفي الواحد ما لازم يعبي صحنه كله شوي شوي بالتدريج. هلا انا حاليا عم بصور. انا حاليا عم بصور شارك مدام اسمها رائعه سيده السوريات. حبيبتي اشرحي لنا شوي هيك عن الاكلات. شو بدك؟ كوسه بلبن. كوسه بلبن ما يعني. هي اكله عراقيه. هي اكله عراقيه عراقيه عراقيه. هيدي كبه حامض. كبه حامض ايوه. هي فريكه على تشيكن. فريكه معروفه. وهي الصفيحه الشاميه. سندواني بالحلبي بيوت وبالمصري ممبار وبالعربي وبالعراقي شو اسمه؟ بالعراقي جري. هيدا السوري كرشه. كرشه؟ لا 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 بالحلبي هذا جقات. جقات بالشامي. بالشامي جقات. بس بالعراقي شو اسمه؟ باكر؟ هي باكر؟ باكر بالألماني عربي. بالعراقي اسمه باكر. هاي اكلنا باكر. اسمها طحال. وهي طحال يعني. اسمها هاي يبرا او ورق عنب. لا الحدا. لا انه هي هاي الحدا. ايه منبار وبيوات وسندوانات وسجقات وباكر. اذا في حدا من المتابعين بحطهن
اسماء كمان نمير 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 هي قلبي منبار منبار بالمصري بالعراقي كمان بالعراقي ها معناتها اكتشفنا شغله انه يبقى بدنا حدا عراقي يعمل عزيمه مشان نعرف نوجه كلمه للعراقيين دائما نجرب نسوي اكله عراقيه عزيمه عراقيه ايوه واحد العراقي ايوه بدي قاعده تعال نجربها نسلق ونسلق لك يا هلا رح تساوي كارول ها كمان اجانا هلا كلمه اسمها فوارغ فوارغ يعني وهذا اسمها يا عمي هي بتشبه الكبه الصفرجلية وهي ارز السوريه الشام السوريه معروفه الشام هي الحلبيه وهون عم نشوف الصحن كل مرة عم تعبى كتير طيبة هيدي بامية بامية؟ طيب شلون قلتي لي هي انه شو قلتي لي؟ هي كارول انه اعتذر من المتابعين عم نعطيكم اسماء الاكل غلط كارول ما يعرفان انه هي بامية ما بعرف شو قالت لي سلطة كني يعني هيك شيء محمرة هلا في الحقيقة نحن بنحب نشكر ست اسماء على دعوتها هي بصراحة هي الدعوة كانت كل سنة هي بتعمل برمضان بس نتيجة انشغالها برمضان وصار عندها ظروف طارئة فمنعتها من إقامة العزيمة برمضان فهي بعد رمضان ومرور فترة الأعياد حبت تساوي هالدعوة اللي هي أخذتها العادة من والدة عزيمة رمضان كل سنة طبعا نحن كتحت المتجر دائما بنكون موجودين مع بدعوة رمضان السنوية بس هالمرة هيك تأخرت نتيجة كنت محكينا انه ظروف طائرة منحب نرحب فيك ست اسماء واهلا وسهلا فيك معنا ومع متابعينا من تحت المجهر الله يعطيك العافية ما شاء الله يغزي العين عملي اكتر من نوع طبعا هذا كله شغلك ويومين ثلاث ايام اكيد مطولي فيه ولا كم يوم طولت والله ما عندي اجي ساعتني فيه ايه هلا انا ما قدرت بابا مثل قبل صار صرت مشغول فما عاد فيني اني دائما اجي اساعدك كان امبارح واليوم يعني امبارح واليوم فعلا سهرة اليوم طبعا مثل ما بتعرفوا انه ست اسماء بيتها مفتوح لكل جالي العرب السوريين المصريين الاردنيين فلسطين العراقيين دائما وهي بنتها كارول كمان جنبها ايش بتعملي كارول طبعا نحن كارول بنعرف انه هي من الشاطرات بالريل استيت وحدا اي شيء حبيب بالريل استيت هي جازه طبعا اكثر مره طلعت معنا على جريده تحت المجهر وشرحت لنا شغلات كثير الريل استيت طبعا شيء اسعار خاصه للعرب نتمنى دائما تكونوا معنا ماريا بسام عم بيقول الست اسماء بسام سفر عم بيقول ست اسماء ام الهمم صحتين تسلم حبيب قلبي الله يخليك اذا قريب تفضل ابو البيس نحن هون بيت الكرم عند ست اسماء ايوه اوبن هاوس اوبن هاوس اوبن بوفيه تسلموا يا رب نشكر متابعتكم لأن مع جريدة تحت المجهر رح نترك هلا نستعفينا جايين لسا في جايين رح نعود تاني إن عودة تاني مع دعوة السيدة أسماء الحمصي للجالية العربية في منزله إن شاء الله أهلا وسهلا بالجميع أهلا وسهلا واللي بقول أنا جاي أهلا وسهلا مين ما بيجي أهلا وسهلا بيت مفتوح الله يسلمكم يا رب وإلى اللقاء شكرا لميس وأهلا وسهلا فيكم معنا بجريدة تحت المجهر لنقل نشاطات الجالية العربية في لوس أنجلوس وبكل أمريكا نحن منرحب بكل المتابعين حبوا يبعتون مقاطع فيديو لنشاطاتهم للقاءاتهم الاجتماعية لأي نشاط ترفيهي نحن بننشر وبنكون ممنونين نتعرف على بعض نعرف نشاطاتنا طبعا منرحب بكل الفنانين المعنا بكل الشخصيات واهلا وسهلا فيكم الى اللقاء احمد العنوان هلا بنبعث لك اياه جاهزين نحن تكرما اهلا وسهلا هي شفت الست اسمع بتقول لك اهلا وسهلا بنرحب بالجميع والى اللقاء ان شاء الله رح نرجع مره ثانيه لايف بالدعوه